سلام البنات، واش راكم؟ صافا؟ جيسبر كو فو دالي بيان. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على كيفيه تبييض اليدين والرجلين، خاصه في فصل الصيف. هاكم على بالكم القايله وكلش وكلش، وتعمل لنا ديما هكا لي تراس تاع وين يحبس تريكو، ولا وين تحبس لي تراس تاع لي صندال وتاع لي كلاكات وكلش. هذه لا فيديو خصيصا الوحدة من المتابعة تاعي طلبت مني اني ندير لها وصفة على تبييض اليدين والرجلين. راح نقول حاجة قبل ما نبدأ في الوصفة، راح نقول لكم باللي انا ديجا درت وصفة على تبييض المناطق الحساسة، يعني بين الفخذين، تحت الابطين، رجلين، يدين. هذه تقدروا تستعملوها تانا للتبييض اليدين والرجلين، وعلى كيف تصلح وش هي المواد اللي كانوا فيها. ما كانش فيها مواد يعني قاويه، كانوا فيها مواد طبيعيه وكانت مخصصه للبشره الحساسه، على خاطر ما نقدروش نستعملوا فيها حوايج يكونوا قاسيين على البشره تاعنا، اللي رايحين يجريسي ولا لابو تاعنا، سورتو اللي عندهم بشره حساسه. واللي ما عندهمش بشره حساسه يقدروا يستعملوا نيمبورت كال وصفه من اللي محطوطين في انترنت، برسك كلهم مجربتهم انا ديجا اوباغافون، والوصفات اللي شفتهم لحد الان يعني ناجحين والحمد لله. المهم الوصفه هذه راح نمدها لكم، راح تمد لكم نتيجه من اول استعمال، بصح رايحين كيما نقولوا ديروها، تبقاو غير ديروها حتى تتخلصوا من هذيك الاسمرار اللي يجي في اليدين وفي الرجلين نتيجه تاع القايله. المهم البنات، قبل ما نبداو كيما قلت لكم وكيما موالفتكم، قبل ما نبداو اي وصفه واي ماسك واي خلطه لازم نقشروا البنات، يعني القماش لازمنا نقشروا المنطقه اللي رايحين نديروا لها هذيك الخلطه ولا هذيك الوصفه، باسكو كل ما نقشروش البنات الجلد الميت هذاك راح يمنع هذيك الوصفه تاعنا من انها تمد مفعول في اللابو تاعنا، يعني في الجلد تاعنا ولا في البلاصه اللي حابين نديرها. والوصفه تاع اليوم اللي راح نمدها لكم تقدروا ديروها في اي منطقه في الجسم غير في الوجه، ما ديروهاش في الوجه البنات، باسكو فيها لابيافين، ولابيافين كونتريرمون على واش سمعت واش شفت في انترنت اي مش ملاحه للوجه. تقدروا ديروها في اي منطقه، يعني في المناطق الحساسه ولا اي منطقه في الكور تاعكم غير في وجهكم. اتونسيون ما ديروهاش في الوجه، غير الا كانت عندكم مشكله في وجهكم ولا حروق ولا حاجه، هذيك بيان سور تقدروا ديروها، سينو ما ديروهاش فوق بشره سليمه، يعني فوق وجهكم والبشره كيما نقولوا ما فيها والو، ما فيها جرح، ما فيها والو. هدية مدايره باش تعالج الحروق من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه، باش تعالج تانا اثار جروح ولا اثار جروح اللي تكون جديده مش قديمه بنات. بصح كيما قلت لكم تقدروا ديروها في كامل جسمكم غير في الوجه. درك رايحين نبداو قلت لكم بالتقشير بنات. التقشير واش رايحين نستعملوا اليوم؟ كيما هضرتوا سي على التقشير من قبل، تقدروا كاين حوايج ياسر تقدروا تستعملوهم، الملح، السكر، ومعاهم بيان سور زيت اللي نتوما تحبوه، ولا معاهم زيت ومعاهم سيترون انا اللي تحب تقشر وتبيض ميم طون. فوالا، دونك تقدروا ديروا ملح، تقدروا ديروا سكر، تقدروا ديروا روز هكا روز ابيض يكون كيما نقولوا حنا كيما تاع واش اسمه تاع المحلبي، فوالا يكون روز ابيض مش مفور. باردون تخلطت لي. بون، هذا ملح وهذه بيكربونات. البيكربونات رايحين نحطوا منها شويه دركا وحنا رايحين نقشروا، ورايحين نحطوا منها شويه من بعد في الخلطه. دونك نحطوا دركا للتقشير رايحين نحطوا الملح. كيما قلت لكم التقشير تقدروا ديروا ملح، سكر، تقدروا ديروا روز مرحي، تقدروا ديروا تانا عرق السوسه بنات، وقلت لكم يا اخي البشره الحساسه. المهم ورايحين نحطوا شويه تاع بيكربونات، شويه برك بنات مش ياسر. فوالا، ونخليو الباقي الخلطه تاعنا من بعد. ورايحين دركا نستعملوا خل التفاح. دونك وعلى خل التفاح، مول فانا دابيتود نستعمل سيترون، مي خل التفاح اقوى من السيترون بنات، قوي عليه. وخل التفاح مش تاع السلطه اللي يتباع عند لاليمونتاسيون جينيرال بنات، نو، شريو خل التفاح لو فري كوا.
هدايا شريت قرعة، هذه شريتها ب30 ألف عندها ياسر، ولا ب35 ألف مشني شافية. المهم تتباع عند اون جينيرال عند هذوك اللي يبيعوا الأعشاب ويبيعوا الواحد. المهم راح نحط شوية من خل التفاح، نعلى، وراح نحطه مغرف زيت جوز الهند. انا راح نستعمل زيت جوز الهند كيما قلت لكم، خاطر والمني ومليح ياسر ياسر، مغذي للبشره ومليح على الكيف. انا والمني، تقدروا تستعملوا اي زيت انتوما موالفين بيه. هلا فوالا، نخلطوه مليح بنات. ونهزو نقشرو البلاصه اللي رايحين نديرو فيها باغ اكزومبل، كو سوسوا اليدين الرجلين، نقشرو مليح. بون شوفوا هنا انا استعملت ملح رقيقه بنات، نتوما تقدروا تستعملوا. استناو دقيقه نحل الطخشون هذه باش ما ديرش اللعبه. نتوما تقدروا تستعملوا ملح خشين ولا اللي ما عندهاش مشكل، بس كان عندي بشره حساسه اللي متابعيني من قبل على بالهم. المهم نقشرو هك لابو تاعنا مليح، تقدروا تستعملوا ملح خشين، تقدروا تستعملوا تانا تقدروا تستعملوا تانا الرمل بنات، حبيبات الرمل تانا ملاحه ياسر ياسر. نبقاو هكا لمده دقيقه ولا زوج دقائق وحنا نقشروا في يدينا. فوالا كيما قلت لكم لازم نحيو الجلد الميت باش الخلطه اللي رايحين نديروها من بعد الوصفه لي. دقيقه بنات، ديزولي يا بنات كان تليفوني صوني. بون قلنا تقشير، نبقاو هكا مده دقيقة ولا زوز حتى نحيو جلد الميت كامل. شوفوا الصوابع هكا هكا بنات، هلا كيما كنت نقول لكم لازم القماش باش يحكم الماسك ولا الخلطة اللي رايحين نديروها. هلا دركا مشنا رايحين نغسلو، رايحين جوست نمسحو بركا. هلا هلا فوالا، فوالا البنات نرجعو دركا. مسحت يدي كامله دونك وغسلت هدايا باش نزيد نحطو فيه. درك واش نسحقو؟ نسحقو روز ابيض ملحي، ونسحقو زيت جوز الهند. انا راح نستعمل زيت جوز الهند، تقدروا تستعملوا زيت لي والمكم نتوما لي موالفين بيه. نسحقو تانا خل التفاح. شوفوا البنات تقدروا ترومبلاسيوه بال وش اسمه بالليمون، بصح انا اخترت خل التفاح لانه اقوى من الليمون. دونك فوالا، ونسحقو ما ورد، ونسحقو لابيافين، ونسحقو تانا بيكربونات. دونك نحكمو نحطو هلا مغرف تاع زيت جوز الهند، ومغرف روز. الروز تانا مليح ياسر ياسر البشرة بنات. والخلطة هذه كي نديروها دركا بنات، مشنا رايحين نحطوها طول في يدينا، خليوها شوي باش الروز هذاك يسيب شوية يسيب الفايده تاعو في باقي الخلطه. فوالا دركا خل التفاح، حطوا زوز مغارف، نحطوا مغرف واحده بيافين. هذا هكا يكفي، هي كيما يكونوا باغ اكزومبل تكونوا ماكمش مزروبين، تقدروا للتبييض يعني بالعقيله تقدروا ديروا مغرف بيافين ومعها طرف سيترون هادية، وتعيدوا الكره يعني بلوزيغ فوا، و بلوزيغ فوا في السمانه. كيما هذه الخلطه تقدروا ديروها نهار بعد نهار بنات،
على الكيف فوالا، ونحطو شويه ما ورد شويه خلا. كترت معليش سوريا، فوالا بيكربونات. وخلطوها مليح البنات كيما قلت لكم، خليوها شويه جوكروا، نزيدوا شويه تاع روز. نخليوها شويه باش الروز يسيب يسيب المنافع تاعو في هذيك في باقي الخلطه، وباقي الخلطه تانا باش المكونات كويس يتفاعلوا مع بعضهم. فوالا خليوها شويه ومن بعد نرجعوا نابليكيو. فوالا البنات خلينا الخلطه تاعنا هكا شويه باش المكونات يتفاعلوا شويه مع بعضهم. فوالا دركا نقعدوا بها نص ساعه كامله البنات، حطوا على البلاصه اللي حابين نبيضها ونقعدوا بها نص ساعه كامله. فوالا راح تشوفوا فرق ونتيجه من الاستعمال الاول البنات، وسورتو كي تابروا عليها باغ اكزومبل بليزيور فوا بار سيمين، تزيدوا تتخلصوا من الاسمرار هذاك في البلايص اللي حطيتوا فيهم نهائيا. Just me.